الاجتماع الأخير تاع مجلس الوزراء شكرت سيد وزير التجارة مع باش يبلغ تشكر نتاعي للنقابة تاع التجار منظمة التجار، شكرهم على المجهودات اللي بدلوها والانسجام تاعهم مع وزارة التجارة ومع الكريا، وبلغت كذلك تشكراتي للكريا على الشيء اللي قاموا به بالتنسيق بينهم بين التجار بين وزارة التجارة، اللي خلى من الاستيراد من جهة والتحكم في الأسعار وتسقيف بعض الأسعار إلى آخره، واحترام تسقيف الأسعار من طرف أغلبية ساحقة تاع التجار. لو سيكري سي دو بران دي ديسبوزيسيون افون، هي المشكل اللي كان مطروح الأساسي في اللحوم. لحوم برنامج الاستيراد ضبطناه هذه ربع شهور باش نشوف الموعد مع رمضان. أما الباقي أعتقد أن المنتجين بعض المنتجين اللي بداوا يبيعوا في الإنتاج تاعهم مباشرة المواطنين بدون وسطاء.